السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم عندنا موقع على شكل صنبور بيدفع بشكل حصري على المحفظه البسيطه فوسيت باي كل 5 دقائق بطريقه جدا سهله وبسيطه، اضافه الى 3 مواقع هن صنابير حقيقيه بتدفع بشكل مباشر على الفوسيت باي. طبعا اصدقائي هاي المواقع الاربعه جدا سهله جدا بسيطه، راح نشرحها خلال هذا الفيديو ونقدم اثباتات السحب منها. طبعا اصدقائي انتم كل شيء بتحتاجوه من هذا الفيديو راح تلاقوه بالمنشور، راح يكون لينك التسجيل طبعا بهاي المواقع كلها بصندوق الوصف. طيب بسم الله نبدا. اول شيء بنضغط على اللينك الموجود بصندوق الوصف بياخذنا على المدونه من شاهد هاي المواقع الاربعه. بالنسبه لموقع الديجي بايت الاساسي اللي هو فري ديجي بايت، بنروح نحن مسجل بنحط اسم مستخدم بنحط ايميل نعيد الايميل باسورد نعيد الباسورد بيمنت ادرس حصريا فوسيت باي مثل ما كانوا ملاحظين بننتقل للفوسيت باي. في حال اخي الكريم ما عندك محفظه انا راح احط لك بصندوق الوصف كمان فيديو بيشرح لك كيف تنشئ محفظه فوسيت باي. بعدين بنروح على كلمه ديبوزايت بنجيب عنوان محفظتنا الدي جي بايت. تمام اخي الكريم هي الدي جي بايت او دي جي بي باخذ نسخ برجع للموقع بحطه هون بعيل خاني بوافق على الشروط بحل الكاباتشا ريجستر سكيورتي بيكون صار عندي حساب ممكن يبعث لي رساله تاكيد لكن انا ما طلب مني هاي الخطوه وقال لي سجل دخول بشكل فوري وروح على ساين ان. طبعا هاي المواقع بسيطه طالما هي شغاله نحن بنشتغل عليها بدون اي مشاكل. تمام طبعا هون بنوافق على الشروط بنحل الكاباتشا بنعمل لوجن. طبعا بنكون سجلنا الدخول على الموقع، هي واجهه بسيطه ما في اي شيء بيعطينا هاي الكميات بتيجي بايت كل 5 دقائق كلمة عليه انه يحل الكاباتشا. تمام اصدقائي طبعا وبعدها كليم فري فوسيت. طبعا راح ياخذني على رابط الاويو هو رابط جدا بسيط. طبعا الصنابير البقايا اغلبيتها ما فيها روابط. حملت صفحة الرابط اي ام ا هيومن اعداد رقمية 3 ثواني انتهت جيت لينك بسكر هاي النافذة المنبثقة. تمام اصدقائي بعيد الجيت لينك رح ارجع للموقع. تمام اصدقائي دفع لي هاي الكميات من عملة الدي جي بايت فيني بعد 5 دقائق ارجع اسحب من هذا الموقع وهذا شيء كتير كويس. طبعا بروح على الفوسيت باي بحدث صفحة الدفوعات حتى شاهد هاي الدفعة. طبعا هاي اصدقائي هاي هي شايفين اصدقائي هاي الدفعة من عملة الدي جي بايت نورمال بيمنت 14 ابريل 2022. هذا هو الموقع اسمه فري دي جي بايت. طبعا اصدقائي بالنسبه للصنابير هذا الصنبور الاول هاي الواجهه بس بيقول لي حط الايميل الخاص فيه داخل الفوسيت باي. هذا بده الايميل بحط الايميل هون بعدين بروح على كلمه لوجن بعدها بنزل بالصفحه لتحت كليم فروم فوسيت. طبعا بيعطيني كاباتشا وانتي بوت بحلهم. شايفين اصدقائي شيء سهل وبسيط، هاي ثاني وحده هاي ثالث وحده طبعا هاي ضلت الرابعه بحل الكاباتشا سي بلين او طياره بحريه بختارهم. شايفين اصدقائي هاي الها صندوق من تحتها. شايفين اصدقائي طبعا شيء سهل وبسيط حليناها هيك. بنزل لتحت على كلمة فيريفاي بضغط عليها. طبعا اصدقائي دفع لي الموقع. شايفين اصدقائي اعطاني تقريبا 1,000,000 ساتوشي من عملة الدي جي بايت وهذا شيء كتير كويس. بعد 5 دقائق فيني ارجع طالب من هذا الصنبور، يعني هذا الصنبور يعتبر اقوى من الموقع اللي بنشرحه اساسا فيفضل كمان تشتغل عليه. فبرجع انا هيك على الفوسيت باي بحدث صفحة الدفوعات. تمام اصدقائي هاي هي الدفعة 1,000,000 ساتوشي تقريبا وشوية تكسور عملة الدي جي بايت. هذا هو أروبل من أهم الصنابير، طبعا في مجموعة كبيرة من الصنابير. طبعا أصدقائي بالنسبة للصنبور الثاني نحن بنستخدم الأدريس كمان مرة ثانية. هون نرجع للفوسيت باي بنجيب عنوان الدي جي بايت برجع للموقع. طبعا هذا الموقع بيعطيني هاي الكميات كل 60 دقيقة وهذا شيء كتير كويس. طبعا بحط عنوان الدي جي بايت هون مثل ما قلنا حصريا من الفوسيت باي لوجن بيعطيني كاباتشا بحلها. بعدها بنزل لتحت على كلمة فيريفاي. طبعا مثل ما كنتم ملاحظين اصدقائي اعطاني الموقع هاي الكميات حوالي 700,000 ساتوشي تقريبا من عملة الدي جي بايت راحوا بشكل فوري على الفوسيت باي. برجع على الفوسيت باي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد هاي الدفعة. تمام اصدقائي 700,000 ساتوشي وشوية تكسور عملة الدي جي بايت نورمال بيمنت 14 ابريل 2022. هذا هو الموقع الثاني. طبعا هذا الموقع الثاني كل 60 دقيقة، يعني انا بعد 60 دقيقة فيني ارجع طالب. طبعا اصدقائي هذا الموقع الرابع اللي معنا 11 بيتكوين. اول شيء بختار اللي عملي هون. شايفين اصدقائي راح اختار الدي جي بايت. اذا ما اخترت دي جي بايت راح يدفع لي راندوم او بشكل افتراضي يو اس دي تي او بيتكوين. بعدين بيقول لي الموقع كل 11 دقيقه راح يدفع لي هاي الكميات. طبعا لازم اقوم بالمطالبه مع 11 محاوله يوميا ريدي حاليا. شايفين اصدقائي بنزل لتحت. طبعا اذا بحل الرابط المختصر راح اخذ تقريبا 100% او 111% زياده، لكن انا ما راح احلها. شايفين اصدقائي دائما بحب اشتغل بشكل اسرع. بحل هون الكاباتشا تراك، بختار الكاباتشا هون، بحل الانتي بود. شايفين اصدقائي طبعا هذا الانتي بود هيك بالترتيب راح يكون. هاي ثالث وحده بحط الايميل الخاص فيه داخل الفوسيت باي هون، بعدين بضغط على هاي الكلمه بس تنتهي الاعداد الرقميه.
طبعا اصدقائي هيك دفع للموقع تقريبا 2,300,000 ساتوشي من عملة الدي جي بايت، راحوا على الفوست باي بعد 11 دقيقة فين ارجع طالع من هذا الموقع. طبعا بنتقل للفوست باي. طبعا اذا حدثنا الصفحة داخل الفوست باي، هاي هي اصدقائي 2,300,000 ساتوشي من عملة الدي جي بايت نورمال بيمنت 14 ابريل 2022 11 بيتس. هذا هو الموقع وهذا شيء كتير كويس، اربعة من المواقع الجيدة رح نحاول نكسب منها ونستفاد منها قدر الامكان. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.